Thank you.
ممكن لحظة واحدة. ايه أولا يعني ما بضيفش حاجة لما بأشيد بأدائكم الرائع في العزف وإعجابي الشديد باحترافيتكم وإحساسكم في العزف. بس أنا أقول مشاعر شخصية انتابتني وأنا بسمع مقطوعة صباحك بغداد. أنا عمري ما سافرت العراق، عمري ما سافرتها، بس وأنتوا بتعزفوا المقطوعة دي أنا حاسة كده إن أنا يعني بستشعر نسيم دجلة والفرات، حاسة إن أنا سامعة صوت ناظم الغزالي. فعلا هو هذا، حاسة إن أنا سامعة ألم أهالي العراق وعفوانهم. أنا معرفش إزاي الكوكتيل ده، أنا حاسة إن أنا هناك. كلام دقيق جدا. المقام مقام لامي، مقام عراقي صرف، وناظم الغزالي غنى عليه: أيا جارة لو تشعرين بحالي، أما عاد الهوى ما ذقت. ناظم غنى من نفس المقام، وأغانيه شهيرة جدا على هذا، يكاد يكون اشتهر في واحد من هذه الأشكال اللي هو مقام اللامي. أنا أخذت المقام ووضعت عليه قطعة كاملة جديدة، اللي هي أنا الحقيقة ما دام حكيتي على الأوركسترا لازم أحكي عنهم. أول شيء أنا متشرف بوجودهم معي وبوجودي معهم. ثانيا كلهم أساتذة في الموسيقى وفي الأكاديمية، وكلهم دكاترة في الموسيقى، وما يحبوا يطلعوا في البرامج التلفزيونية، لكنوا جايين معي وجايين لحضرتك وجايين مع المايسترو سعيد كمان. إحنا تشرفنا بي. ثالثا الأوركسترا سافرت معي وعزفت هذه القطعة في بغداد، وأنا أستسمحك المايسترو سعيد يحكي لك عن حفلة بغداد. سوينا حفلتين ببغداد كبيرة بيوم عالمي للسلام. حفل بغداد وجمهور بغداد كيف كان والمشاعر طب اي مايك في الفرقة ينفع؟ لازم تحكي انت. لا انت لا عايز اسمع. لا لا يعني لازم تحكي فعلا. ارجوك يا مايسترو اللي حصل بس يجيب لك. وبعدين احنا نفتيك الساعة الاوركسترا موجودة عندنا في البرنامج، احنا عايزين نعمل طفرة في البرامج التلفزيونية، فاحنا جايبين ان شاء الله راح تكون الحلقة طفرة ان شاء الله. احكي لي يا مايسترو. هقول لك حاجة احلى من اللي هو بيقوله ده. طبعا احنا سافرنا بغداد في ظروف كانت صعبة جدا، يعني كنا شايلين هم الرحلة، لان احنا كنا رايحين في الفترة اللي كانت فيها برضو انفجارات كل شوية بنسمع، ومش عارفين احنا هنروح نعمل ايه، وربنا يستر علينا هنرجع ولا مش هنرجع. الحاجات دي كلها حتى انا كنت بتكلم دايما معاه في الامر ده، وكنا متخوفين كلنا قبل ما نسافر. بس الحقيقة من ساعة ما نزلنا بغداد العكس تماما. اولا كان في ترحاب غير طبيعي من الناس هناك، قلنا يمكن ده في الاول بس عشان الاستقبال وعشان يريحونا وعشان يطلعوا الرهبه. بس لما رحنا عملنا الحفله، رحنا عملنا حفله في مسرح هناك كان اسمه المسرح الوطني. المسرح الوطني مفيش مكان لشخص يمشي حتى، يعني المسرح كامل، الجمهور غير طبيعي. كنا لما كان يحصل ان عازف يعمل بس في خطوره، انتوا عازفين مصريين وبتعزفوا الحان ومقامات زي ما قال نصير شمع عراقيه، فممكن واحد سميع قوي يقول لك يعني لا بس هم لا ما احتراف من عشر الأم يعني من عشر الأم. لا محترفين جدا. ايه هذا الاحتراف، هذا الشغل مع المحترفين. الحقيقة اي شكل من اشكال الموسيقى احنا يعني دايما دي ميزة في العازفين المصريين. تقريبا كل اللي ورايا الأساتذة اللي قاعدين فعلا هم كلهم معظمهم دكاترة في أكاديمية الفنون، وهم دايما اللي بيسجلوا حتى التسجيلات الموسيقيه اللي احنا بنسمعها في كل البومات بتاعت كل الفنانين. والله فاحنا بنعزف اي شكل من الاشكال الموسيقيه الحمد لله بنقدر نتقنه بسهوله يعني. علاوه على كده ان احنا بقى لنا فتره طويله جدا على علاقه بالفنان نصير شما، مش انا بس لوحدي، كلهم تقريبا من بدايه ما بدانا نعمل الاوركسترا ويبقى الفرقه كبيره، يعني هم كل الاساتذه تقريبا كانوا معانا من الفتره دي، فمعشرين بعض، عارفين طلباته ايه، عارفين المقام اللي هو عايز يسمعه ازاي، وبنريحه في الجزئيه دي. على قد الحقيقه الكلام اللي حضرتك قلته ده انا مش عايزه حد يفهمه على انه نوع من الافتخار بالذات. انا الكلام ده سمعته من موسيقيين غير مصريين وقالوا بالظبط بدقه اللي انت قلته ده. قالوا مصر فيها عازفين وموسيقيين نقدر ناخدهم في اي اوبرا هاوس او في اي او ينضموا لاي اوركسترا بمنتهى القلق والاجاده والتميز. انا الكلام ده سمعته من ناس، يعني انتوا مش بتشوفوا نفسك ولا حاجه، والله العظيم سمعت الكلام ده مش بجاملكم. طيب مقطوعه على جناح، لو ان لي جناح
رح نعزف القطعة مع الأوركسترا الأخيرة رح تكون إشراق، القطعة اللي تحبيها اللي أنا أعرف إنك عظيمة تحبيها. مش عايزين تعملوا على لو أنا لي جناح؟ لو كان لي الجناح بس الجناح عافية. هي القطعة محتاجة بروفات كثيرة. طيب. لو كان الجناح محتاجة الأوركسترا كاملة حقيقة لأنه فيها آلات نحاس وآلات حاجات كده، فإحنا قلنا نسمعكم حاجة تتبسطوا بيها يعني. طيب. أكتر يبقى إحنا هنسمع دلوقتي مقطوعة إشراق من أجمل المقطوعات اللي فيها طاقة وفيها عنفوان والناس بتحبها جدا لما بتحضر حفلات لنصير شم. Thank you.
Thank you.
كوكتيل من العند والطموح. الإصرار غير العند. صوتك وحش يعني؟ هي خلقة ثقافة عود. شفت حد بيعزف العود كده؟ معناتها احنا في شيء ما فاهمين. قد ايه من عمرك؟ ثلث مركز من حياتي كلها في التمرين.